السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم شباب؟ شو أخباركم؟ جينا فيديو جديد ومثل ما كنتم شايفين بعنوان طرق التحكم بالفتق الكلى. قبل ما أبدأ بالمقطع حاب أشكر كل شخص دعمنا بالفيديوهات الماضية، إن كان بالنشر أو حتى بالتعليق أو بباقي الشغلات مثل تصميم الأندرو. عن جد شكرا من كل قلبي، لأن لولاكم ما كنت وصلت للفيديو الرابع بالقناة. ما بدي أطول عليكم كتير، فيلا خلونا نبدأ بالمقطع. أول شيء حاب نوه على كم شغلة قبل ما نبدأ بموضوع اليوم. أول شغلة إنه يكون صاحب الحيوان هو اللي يقوم بهذه الطرق أو يكون أثناء الفحص، والسبب إنه الحيوان بيكون مطمئن ومستأنس لصاحبه. تاني شغلة واللي هي أهم شغلة بالشيء اللي بدنا نحكي اليوم ولا بعدين، واللي هو الوقاية الطفولية. هالشيء طبعاً للحفاظ على سلامة الإنسان والحيوان نفسه. فنبدأ بالجزء الأول من الفيديو اللي هو طرق التحكم بالكلاب. طبعاً يتم التحكم بالكلاب أثناء القيام بالفحص الإكلينيكي أو القيام بتشخيص الأمراض بطرق تانية. أول طريقة معانا يا اليوم اللي هي استخدام كمامة مصنوعة من الجلد أو من الأسلاك المعدنية. طبعاً إذا ما كان متواجد معانا كمامة مصنوعة من الجلد أو الأسلاك المعدنية، بإمكاننا صنعها واحدة من الشاش أو بالرباط الطبي بالطريقة التالية. يلف شريط على شكل عروة حول أنف الكلب ليتم التحكم بالفم، ثم يمرر الشريط المزدوج تحت الفك السفلي ليربط خلف الأذنين من الرأس مثل ما كنتم شايفين بالصورة أمامكم. طبعاً إذا كان نوع الكلب قصير الأنف، يتم تثبيت كمامة الشريط من خلال الحبل يمرر من فوق الجبهة وسبب بربطة خلف الرأس مثل ما كنتم شايفين بالصورة أمامكم. ننتقل للطريقة الثانية اللي معانا اليوم اللي هي استعمال مصدد أو شرك الكلب، وهي عبارة عن عصا طويلة بنهايتها سلسلة على شكل عروة سيالة، يتم بواسطة التحكم بالكلب مثل ما كنتم شايفين بالصورة أمامكم. ننتقل للطريقة الثالثة واللي هي منضدة الفحص، وهي عبارة عن منضدة خاصة يسهل ترقيل الكلب عليها، ثم يتم تثبيت قوائمه ورأسه على جوانبها من خلال حبل أو رباط من الشاش مثل ما كنتم شايفين بالصورة أمامكم. والطريقة الرابعة اللي معنا اليوم اللي هي استعمال الإصبع المعدني الواقي، وهو عبارة عن إصبع معدني مفصلي يوضع في إصبع الفاحص أثناء فحص الكلب مثل ما كنتم شايفين بالصورة أمامكم. يمكن استخدام فاتحة الفم اللي صورتها ظاهرة أمامكم. وهي كانت طرق التحكم بالكلاب. ننتقل للجزء الثاني بالفيديو اللي هو طرق التحكم بالقطط. أول طريقة معنا إياها اليوم اللي هي استخدام الكمامة الشريطية. طبعا هي مشابهة للكمامة اللي يتم استخدامها بحالة الكلب قصير الأنف مثل ما كنتم شايفين بالصورة أمامكم. ثاني طريقة معنا إياها اليوم اللي هي استخدام صندوق التحكم بالقطط، وهو عبارة عن صندوق يتم وضع القط فيه ويستعمل غالبا عند تخدير القط من أجل القيام بالتدخل الجراحي مثل ما كنتم شايفين بالصورة أمامكم. ثالث طريقة معنا إياها اليوم اللي هي استخدام الفوطة أو المنشفي، وهي عبارة عن منشفي يلف حول الحيوان ويبقى الجزء المراد فحصه خارج هاي المنشفي مثل ما كنتم شايفين بالصورة أمامكم. والطريقة الرابعة اللي معنا اليوم اللي هي استخدام منضدة الفحص، وهي تشبه المستخدم عند الكلاب، لكن يجب إمساك القطة من مؤخرة رقبتها عند تجريع الدواء مثل ما كنتم شايفين بالصورة أمامكم. وبس هذا كان مقطعنا بشكل كامل. لا تنسوا تدعمونا بزر اللايك والاشتراك بالقناة ونشر القناة بقدر المستطاع لحتى فيني يفيد الناس بمعلوماتي. طبعا إذا كان المقطع معجبك اضغط على زر الديسلايك واكتب لي تعليق لحتى أعرف شو السبب وطور من المحتوى. وبس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.